السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طريقة سهلة وبسيطة جدا 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 للبيتزا، وهنعملها بثلاث حشوات مختلفة وبتكات حلوة جدا جدا وهتعجبكم اهو. وده طبعا اشكالهم، عندي ثلاث اشكال بالشكل ده. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير مع بعض. انا معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، وهحط عليهم معلقة كبيرة من السكر وملح، حبة فلفل اسود، ومكعب مرق، مكعب مرق بالشكل ده. وانا هنا مستنية الخميرة لحد ما تتفاعل معانا بالشكل ده. انا حطيت هنا 1/4 كوباية من المية، وعليهم معلقة كبيرة من السكر، وعليهم وقلبتهم مع بعض، وبعدين نزلت معلقة كبيرة من الخميرة الفورية وقلبتهم مع بعض وسايباهم لحد ما يتفاعلوا ويخمروا لحد الاخر. تمام، هبدأ اقلب ده معايا بالشكل ده اهو، واخلط كل المكونات مع بعض بالشكل ده. واول ما الخميرة تتفاعل معايا هوريها لكم هتبقى عاملة ازاي. وده طبعا شكل الخميرة بعد ما خمرت معايا بالشكل ده اهو. ولو سبتها تاني هتبدأ ان هي تعلى اكتر اهي. بصوا خمرت ما شاء الله اهي. معايا الدقيق بالشكل ده، وهبدأ انزل عليه اهو، بسم الله بالشكل ده اهو. وابدأ انزل عليه بالخميرة كلها اللي معايا بالشكل ده. وهبدأ اقلب هقلب معايا بالشكل ده. ممكن تحط لها لبن عادي، تعجني بلبن، ممكن تعجني بمية، مفيش اي مشكلة، على حسب ما تحبي وعلى حسب رغبتك انت. هبدأ بس اخلط اهو، اخلطهم بس لحد ما تتكون معايا. ابدأ ازود حبة مية او لبن على حسب الرغبة. انا هنا هزود مية اهو، حبة حبة، واقلب. ابدأ انزل بحبة حبة واقلب اهو. انزل بحبة كمان بالشكل ده واقلب برضو. اهي قربت تتكون معايا بالشكل ده، حبة صغيرين اهو بالشكل ده. وابدأ ألمها وابدأ ألمها معايا اهو. اهي وهبدأ ألم اهي، هي بتتلم معايا بكل سهولة بالشكل ده اهو، بسم الله اهو.
ومكعب المرق ده اختياري، بس على فكرة بيدي طعم حلو قوي. ممكن تحطي لبن بودر مع الدقيق، بس انا بفضلها كده بصراحة، يعني بيكون كويس اهو. بعد ما عجنتها بالشكل ده ابدأ انزل بثلاث معالق كبار من الزيت بالشكل ده، وابدأ الم العجينة بيه اهو. بالشكل ده وابدأ اعجن اعجن لحد ما العجينة تكون فاتحة، تكون لونها فاتح معايا بالشكل ده. ثواني، اول حاجة هجيب رشة من الدقيق بالشكل ده اهو، وابدأ انزل عليه انزل عليهم بالعجينة بتاعتي بالشكل ده، وهبدأ اعجن اهو بالشكل ده. اهو لحد ما تكون فاتحة معايا. بعد ما عجنت العجينة معايا بالشكل ده اهو، ابدأ اكورها كده، وهحطها تخمر لمدة ساعة. طبعا شكل العجينة ما خمرت معايا، بقت بالشكل ده، قعدتها ساعة بالظبط اهو. ابدأ بقى افتح عليها، بسم الله، وابدا احطها على الرخامه، مش عايز اطول عليكم، وافرد في الصينيه وارجع لكم تاني. هنا جبت صينية ومدهونة زيت بالشكل ده اهو، وهبدأ اخد جزء من العجينة وابدأ افرد كده. لو عايزة تفردي بالنشابة عادي، انا هفرد كده بالشكل ده، بسم الله اهو. فردتها معايا بالشكل ده. هبدأ اجيب صلصة اهي، بسم الله، وهبدأ ادهن اهو بالشكل ده. اهي هتبقى معانا بالشكل ده. ابدأ اجيب شوكة وابدأ اخرم كده اهو. بالشكل ده اعمل الثلاث صواني بنفس الشكل وادهنهم صلصة وارجع لكم تاني عشان نشوف بقى هنحشيها ايه مع بعض.
النشويات. اول حاجة هحطها جبنة موتزاريلا بالشكل ده اهو، بالشكل ده. كل ما بتكتري الموتزاريلا من تحت كل ما العجينة بتمط معاكي وبتشد تبقى كويسة يعني. وبعدين دي هحشيها تونة معايا بالشكل ده اهو. طبعا الحشوات على حسب رغبتك انتي، على حسب ما تحبي احشي بالشكل ده معايا اهو. ماشي، نروح جايين بقى للفلفل الاخضر اهو بالشكل ده. زيتون، عندك زيتون اسود اخضر اي حاجة اهو. الاصفر اهو، وعندي فلفل احمر يعني فلفل الوان بالشكل ده. قطعها قطع من قطع صغيرة وشايلة القلب بتاعها اهو بالشكل ده. اهو ما تكتريش على حسب رغبتك. هي جبنة شيدر بالشكل ده مبشورة، بس هي كانت عندي وانا قطعتها بالشكل ده اهو. وابدأ احط جبنة موتزاريلا تاني من على الوش. اهو بالشكل ده. بقت معانا بالشكل ده. اروح جايبه من على الوش ارش رشه زعتر، بتدي تيست حلوه قوي قوي اهو بالشكل ده، رشه بالشكل ده. ودي اول حشوه معايا، انا النهارده معايا 3 حشوات مختلفه وحلوه جدا. يلا بينا مع بعض نشوف احنا هنحشي التانيين ايه. هنا لتاني حشوه معانا برضو، اول حاجه هنحطها الجبنه الموتزاريلا بالشكل ده اهو. انت عايزه تكتري، بس كل ما بتكتر كل ما بتكون زي بتاعه المحلات بالظبط. وحاولي تخلي العجينه تبقى سمكها يعني سنتي اهو بالشكل ده. وهبدا برضو احط الفلفل الاخضر والفلفل الاصفر اهو بالشكل ده، والفلفل الأحمر. وطبعا الزيتون اهو بالشكل ده، والطماطم هنا بقى هحط سوسيس اهو بالشكل ده. وهبدأ احط الجبنة الشيدر معايا بالشكل ده. وهرجع طبعا للموتزاريلا تاني اهو. ابدأ اداري كل الحشوة معايا بالموتزاريلا بالشكل ده. وبرضو ارش من فوق رشة الزعتر، جربيها حلوة جدا
وهنشوفها مع بعض اول ما تطلع تبقى عاملة ازاي. بقى مع بعض التالت حشوة معايا بالشكل ده، معايا صوص جبنة اهو، هبدأ ادهنه بالشكل ده. عندك طبعا اي نوع جبن عادي، هبقى انزل لكم صوص الجبنه ده. عندي جبنه كيري او جبنه مثلثات، وهبدا اقطع كده بالشكل ده معايا اهو. دي هتكون جبن بس، طبعا الفلفل اهو بالشكل ده، وهبدأ انزل بالزيتون اهو بالشكل ده، والطماطم والفلفل الالوان والطماطم اهو معايا بالشكل ده، وهبدأ اجي بقى عندي الجبنة فيتا عادي، جبنة احط الجبنة الشيد اهو الشيدر معايا بالشكل ده، وابدأ بقى املاها وهبدأ اجي بقى للموتزاريلا. طبعا اغرقها موتزاريلا من فوق لان هي هتكون جبن بس بالشكل ده اهو، وطبعا هرشلها من فوق رشة الزعتر اهو، رشة الزعتر معايا بالشكل ده، وابدأ ادخلها اعلى درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، ما بتقعدش اقل من 10 دقايق، وهتطلع على طول وهنشوفها مع بعض اما تطلع هنقدمها ازاي مع بعض. طبعا شكلها لما طلع من الفرن وقدمتها بالشكل ده، طلعتها في الاطباق هما التلاتة بالشكل ده، دي بالسوسيس ودي بالتونة ودي بالجبنة معانا بالشكل ده. في طريقتين ان احنا نقطعهم بيها، يا نقطعها بالمخرطة يا نقطعها بالسكينة يا نقطعها بالسلاح بتاعها. تمام، يلا بينا نشوف مع بعض هنقطعها ازاي. بالشكل ده اهو، اهي اتقطعت معانا بالشكل ده اهي، دي اللي بالجبنة هي عشان سخنة بس انا مش عارفة امسكها اهي، عايزة اقطع لكم بس حتة. بسم الله اهي بالشكل ده، بصوا هي سخنة قوي انا مش عارفة امسكها بجد، هي سخنة جدا اهي، بصوا طبعا هي الموتزاريلا بتمط
اهي بالشكل ده، بس انا مش عارفة امسكها بصراحة لان هي سخنة جدا جدا. اهي بالشكل ده. بصوا عشان هي لسه طالعة طبعا. اهي طبعا بتمط زي اللي بنجيبها بالظبط في المحلات. دي اول واحدة معانا اللي بتجيبنا اهي. شكلها جميل جدا جدا، والزعتر طبعا هيديها طعم مختلف قوي بالشكل ده. نيجي نفتح التانية اهي بالسكينة. بسم الله اهي بالشكل ده. طبعا اختيارات انتي على حسب ما تحبي، انا بستسهل السكينة اهي بالشكل ده. اهي دي تاني واحدة برضو اهي. بصوا اهي بتمط، وهنفتح برضو بالشكل ده. بسم الله اهي. اهي دي تاني واحدة بالشكل ده. نيجي بقى لاخر واحدة السوسيس معايا بالشكل ده اهو، وهنيجي هنقطعها برضو بنفس الفكرة اهو. اول حاجة نقسمها نصين، وبعد كده نقسمها اهو، نقسمها كده وهنقسمها مع بعض بالشكل ده. هتبقى عاملة زي بتاعة بره، ويمكن احسن لانك انت عاملاها اهي برضو بالسوسيس اهي. بصوا عاملة ازاي اهي، جميلة 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 جدا. بصوا الموتزاريلا عاملة ازاي فيها اهي، حلوة قوي قوي قوي. جربيها بالطريقة دي هتعجبك، والطريقة سهلة جدا 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 اهي. بصوا العجينة عاملة ازاي، بصوا مش تخينة ولا اي حاجة، سمكها رفيع جدا اهي. بصوا السمك العجين عامل ازاي. واتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا منه معانا بالشكل ده. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gracias.